بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya teman-teman memberikan support pada channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman lainnya agar channel ini atau belajar hari ini dapat bermanfaat bagi kita sendiri maupun teman-teman yang lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واسع مل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.